علماء هنود يكتشفون فوائد حليب الصرصار. ومعنا للتعليق على الخبر السيد صرصار الحقل عبودة. حيوا معانا يا جماعة. تعال. لا أنا مش هدخل. مش هتدخل ليه؟ خايف. خايف من ايه يا عم؟ تعالى. في واحد لابس شبشب ورا. مالكش دعوة بيه. مالكش دعوة. مش هعملك حاجة. تعالى. ولا اسمع واحدة تقعد تقول لك يا بعرف منه. لا محدش هيقول كده. تعالى بس ما تخافش. تعالى تعالى. حيوا يا جماعة عشان شجعوه شوية. هو خايف. حيوا تعالى. خلاص يعني محدش هيجي جنبي. ازاي؟ لا 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 ما ينفعش تلمسني. ليه؟ بقرف. ايه ده بيروسول؟ ايه بيروسول يا باشا؟ انت بس ايه يا باشا؟ مش ده ما انت بتحبوش؟ ما بنحبوش يا باشا. انت بتصدق كلام الاعلانات ده؟ احنا بنموت فيه. ما علينا. لا مؤاخذه بس اصل اني مؤسس نظافه. خلصت؟ خلاص ورانا حلقه. ماشي ما علينا. احكي لنا بقى عبوده صرصار الحقل موضوع لبن الصراصير جه ازاي بالظبط؟ والله يا باشا اني واقف في يوم من الايام واقف على جنب الحيط بتصرصر بفك زنقتي يعني. طب ما تنساش بقى تمسح الصرصره اللي على القعده بقى. بص يا باشا الصراحه انا بكذب عليك. ايه؟ انا كنت قاعد بشد بودره. بودره ايه؟ بودره صراصير. وانتوا اللي عودتونا عليها واحنا كنا نعرف حاجه عن البودره؟ صح. المهم دخل علي عالم كبير. عرفت منين انه كبير؟ كلم مؤاخذه 46 قد كده اهو. جزمته تمام. المهم قعد يقول لي انت لو عايز توصل للنجوميه والشهره والمجد انا بيني وبينك عينيا زغللت يا بيه بس يا ريتني ما طوعته. طب ليه 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 بس عمل لك؟ ضحك عليا وعدني انه هيعمل لي مسلسل حريم الصرصار. سمعت عنه. طب امال ايه بقى اللي حصل؟ حلبني. حلبك ازاي؟ كده اهو. ايه يا باشا اللي حلبك؟ حلبني شغل يا باشا. حلبك شغل؟ طب هو مش كان برضاك؟ لا يا باشا ما هو انا هعمل ايه؟ ما هو استغل انني ملطوط بالبودره وعندي كم صراصير بربيه وراجل فاتح بلاعه قعد يمضيني على ورقه تواليت. حياتي يعني مأساه. ومراتي طول اليوم طول النهار بتلف في المولات. بتلف شوبينج؟ لا بتلم بواقي مطاعم. ماشي. طب ما علينا. المهم يا باشا مضيني على وصله على الابيض ووعدني ان هو يعالجني من البودره وانه يخليني ارجع اطير تاني. وصل مضاك على وصل على ورقه التواليت البياض. ورقه التواليت. طب وعملت ايه؟ طب ماشي ما علينا. ما حاولتش بقى تجري وتسيبه؟ ما هو يا باشا غواني وزنقني جنب الحيطه وقال لي انت حته صرصار واني ممكن ادوس عليك بجزمتي. هي يا باشا دي اهانه ولا حقيقه علميه ولا كان يقصد انك صرصار؟ لا دي حقيقه علميه فعلا. ده الناس كانت بتضحك موت يا باشا في الحته دي. بس ما اعرفش مالهم. هو الجمهور شويه النهارده مش عارف. مش مشكله. الحمد لله يا رب. لازم نشحت السكسيه. بس ثانيه يا باشا قلت الواحد يعمل خير اصلا يعني زمان كنت شراني. كنت بتعمل ايه؟ شراني ليه؟ كنت يا باشا بقى بطير وراح اقف على شعر اي واحد قاعد مع خطيبته. انط في ظهره ما سيبوش الا لما يقلع ملط. كانت جوايا شهوة كده يا باشا ما كنتش بستلذ الا بإهانة الناس. ما تعرفش ده ايه ده؟ طب يعني حبيت طبعا تتكفر عن ذنوبك. يا باشا قلت اعمل حاجة كويسة قبل اخرتي قبل ما الواحد ما يتشال على ظهر النملة ويبقى خزين الشتاء. فهمتها انا. ده حلو. سمعت خزين الشتاء؟ بتجيب ضحك برضه. قلت نعمل ايه يعني؟ ندي لبن للأطفال اللي مش لاقية لبن وكبار السن اللي مش لاقي لبن لا الشباب تمام. الشباب. طب يعني هي خدمه عظيمه طبعا يعني دي ما تقدرش تنكر. وبعدين يا بيه خدمه عظيمه طبعا. ده الاستاذ العالم المحترم قال انها شغلانه شريفه عندكم زيها في البني ادمين موضوع اللبن ده. شغلانه ايه؟ مرضعه؟ لا فتاه ليل. حيوا معايا صرصار الحقل عبوده. اتفضل. شكرا. حيوا معايا شادي الفونس. لا شادي انا اللي بقفل. لا مؤاخذه اصلا رجعت للبودره. امشي اهو.